هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات قبل قليل بحفظ الله ورعايته. كانت انطلاقة الشوط التاسع وهو الخاص بذلال الأصايل المحليات في هجن أصحاب السمو الشيوخ في أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي. انطلق هذا الشوط، انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات الجميلة والرائعة التي سوف تتنافس ونتابعها معاكم في مسار الثمانية كيلومترات. قطعنا كيلومتر واحد من البداية ونبحر في عمق الميدان، نسير مع المراكز الأولى، نشاهد السيطرة من البداية والانطلاقات الجميلة والرائعة. هذه همس تقود مسار الشوط، همس تاتي بالمركز الأول من هجن البشائر، يقودها في التضمير عبد الله بن طويرش الوهيبي، تندفع على المقدمة بينما تليها في المركز الثاني، المركز الثاني من هجن ند الشبه الشاهينية يضمرها اللي هو سالم بن سعيد، بينما المركز الثالث بينونة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الانهيان يضمرها اللي هو أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، والمركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، أما المركز الخامس الشبلة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان يضمر الشبلة اللي هو أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، يتقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز. السادسة من الجانب الآخر اللي هي الشاهينية من هجن العاصفة ويقودها في التضمير غياث الهلالي، المركز السابع والثامن هملولة وهملولة من هجن الرياسة يضمرهن علي بن يميل الوهيبي، والمركز التاسع الشاهينية من هجن ند الشبه يقودها سالم بسعيد في عملية التضمير، والمركز العاشر مياسة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها المتحدي سالم بسعيد بن منانة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات الجميلة والحاضرة في أرضية هذا الميدان، في انطلاقات هذا الميدان، في هذا المساء الجميل والرائع نسير مع هذه الانطلاقات والتحديات. هناك نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى بعد أن أكملنا النداءل العشرة، المراكز الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع مع مسار الذلل إلى صايل المحليات في تاسع أشواط مساء هذا اليوم. في هذه الأسماء والشعارات هجن العاصفة تتصدر المجموعة، هجن العاصفة بالمركز الأول، تعود ملكية هجن العاصفة وتندفع بالمقدمة هذه وغياث الهلالي اللي يضمر هجن العاصفة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثاني هجن البشاير، هجن البشاير عبد الله بن طويرش الوهيبي ياتي مضمرا مع هجن البشاير. المركز الثالث هذه وصلت في ثالث المراكز وتقدمت في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع الشبل الشبلة لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. الرابعة من الجانب الآخر، من الجانب الآخر هذه الشاهينية من هجن ند الشبه يضمرها غياث الهلالي، أو من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي من الجانب الآخر، بينما المركز الخامس
وصلت في المركز الخامس مياسة لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سالم بن سعيد بن منانة على خامس المراكز. المركز السادس الشاهينية من هجن الرياسة، يضمرها راشد بن محمد بن سم المنصوري، والشاهينية كذلك تتواجد من هجن ند الشبه، يضمرها سالم بن سعيد. بينما المركز السابع هناك هملولة، والمركز الثامن هملولة من هجن الرياسة، يقود في التضمير اللي هو علي بن يميل الوهيبي. المركز العاشر عاشر المراكز اللي هي أسرار لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي، يتولى عملية التضمير في هذا المسار وفي هذا المساء الجميل، ومع رقص الكبار في تحديات الكبار في تحديات الكبار في هذا المساء الجميل. عودة مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء للعشر المراكز الأولى، إذاعتنا الثانية وندانا الثاني، وغادرنا منتصف المسافة الأربعة كيلومترات. تسير هذه الأسماء، تسير هذه الشعارات العملاقة والقوية، تتصدر وغيرت الشبلة. الشبلة غيرت لاسمه الشيخ سلطان بن زايد النهيان، يقودها مضمرا أحمد بن خلفان بالصايغ. المزروعي تسيدت على المشاركات، غادت مسار الشوط المركز الثاني. مياسة في ثاني المراكز لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سالم بن سعيد بن منانة. تأتي في المركز الثاني الشاهينية الثالثة من هجن العاصفة، يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي. الشاهينية تحركت، الشاهينية هجن الرياسة، وراشد بن محمد بالسم المنصوري ياتي مع الشاهينية في المركز الرابع. أما المركز الخامس تتقدم فيه الشاهينية في خامس المراكز من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. المركز السادس هملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز السابع في هذه اللحظات هجن ند الشبه، هجن ند الشبه الشاهينية، سالم بن سعيد يقودهن في التضمير، ويقود هجن ند الشبه في عملية التضمير. المركز الثامن هملولة، هملولة الثامنة من هجن الرياسة، يضمرها علي بن يميل الوهيبي. أسرار غيرت إلى المركز التاسع من اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي. والمركز العاشر أيضا هجن ند الشبه، تقدم الشاهينية ويقودها في التضمير اللي هو سالم سعيد. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز، هذه إذاعتنا الثالثة، وهذا حزام القابات، وهذا انحناء الميدان، وهذه الأسماء المتقاربة، وهذا الدليل على التنافس، وهذه التحديات. شاشة دبي ريسنج. نعود إلى المراكز الأولى في هذه الانطلاقات وبوابة العبور، العبور للمدرج إلى خط النهاية إلى الناموس. في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق غيرت الشاهينية، راح بالسم إلى المركز الأول، راح إلى الناموس. الله في هذا التألق، الله في هذه المشاركة الفعالة. هجن الرياسة، هجن الرياسة مع الشاهينية، وراشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم. مياسة في المركز الثاني لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. المركز الثالث هملولة من هجن الرياسة، وياتي الظافر علي بن يميل. تدخلت الشاهينية من هجن العاصفة بتضمير غياث الهلالي. يا سلام يا سلام، وصلت هملولة الرياسة كذلك من الجانب الآخر إلى المركز الخامس مع علي بن يميل الوهيب وهجن ند الشبه. تدخلت هجن سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، هجن التراث تدخلت كذلك بهذا التنافس، بهذا الصراع، بهذه الانطلاقات والتحديات. الله 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 الله، الله.
راحت الاعلان 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 1200 شوف 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 حتى لا صايل يعرف ان هذه اللوحه يعرف ان لوحه الاعلان يا سلام شوف من ال 1200 شوف كيف يزيدن في السرعه شوف كيف يزيدن في السرعه شوف كيف يتراقصن حتى بدون اوامر الله الشاهينيه الاحمر خطر الحمر خطر الحمر خطر على المقدمه المركز الاول والثاني هجن الرياسه هجن الرياسه هملوله والشاهينيه من السم والظافر بن يميل والمركز الثالث المتحدي شعارة مو شيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم المتحدي مع سالم المتحدي مع بن منانه وهجن العاصفه هجن العاصفه وغيات الهلالي على المركز الرابع الله 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 راحت الشاهينيه شوف شكلها شوف اداها شوف انطلاقتها ما شاء الله شوف تحدياتها هملوله والشاهينيه راح بالسم راح المستحيل راح ما يعرف المستحيل اسد الوثبه ويا سلام النقطه الخامسه يضيف مع شعار الرياسه الله عليك يا بالسم الله عليك يا بالسم على هذا الاداء يا سلام هجن الرياسة هجن الرياسة هجن الرياسة بالمركز الأول تندفع بالمقدمة الشاهينية شعار كبير للغاية 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 الله 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 مؤسستي هجن الرياسة الشعار الأحمر الخطر يتقدم بالمقدمة هذه الشاهينية تهانينا والناموس لهجن الرياسة تهانينا على هذا الفوز شكرا راشد بالسم على هذه المشاركة الفعالة المركز الثاني هملولة من هجن الرياسة المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمركز الخامس الشاهينية لهجن الرياسة هكذا كانت النتيجة وهكذا كان التوقيت الزمني الحاضر مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقات هذا المساء الجميل والرائع في أرضية هذا الميدان نعود إلى التوقيت 12 دقيقة و 32 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية هذه الشاهينية من هجن الرياسة تهانينا لراشد بالسم على هذا الفوز المركز الثاني ناخذ الثانية هملولة من حلت في المركز الثاني 12 دقيقة و 35 تسع أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة موصولة للظافر علي بن يميل الوهيبي أما المركز الثالث بنشوف الثالثة هناك كان دخول ما بين الثنتين الثالثة هذا هو الدخول ولكن الثالثة نعم هذه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد أسرار وعتيج بن سالم بالعرطي اللي ضمرها 12 دقيقة 38 و8 أجزاء من الثانية تهانينا والنوم